وللمزيد ينضم إلينا هاتفيا الدكتور أسامة السعيد رئيس تحرير الأخبار. دكتور أسامة أهلا بك معنا، وطبعا التماسك دائما هي كلمة السر والكلمة التي يعني دائما السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يركز عليها في كلمته، إنها السر في نجاح مصر في مواجهة كل التحديات والصعاب التي تمر بها المنطقة. يعني أولا بعد التحية لحضرتك ولكل السادة المشاهدين، أنا بعتقد أن هذه الرسالة المتكررة والدائمة من سيادة الرئيس بتعكس إدراك حقيقي لأهمية التماسك الشعبي وأهمية التكاتف بين كل فئات المجتمع من أجل مواجهة التحديات. واليوم استعادة هذه الرسالة واستعادة هذه الفكرة والتأكيد عليها في كلمة الرئيس اليوم خلال الندوة التثقيفية 40 بمناسبة احتفالات مصر بالذكرى 51 لحرب أكتوبر، بتحمل أيضا بعد أعمق، لأنه سيادة الرئيس اليوم بيستدعي هذه التجربة وهذه الفترة الحاسمة من عمر الوطن ليؤكد للشعب المصري أن هذا التكاتف الشعبي وأن هذا التماسك كان أهم مفاتيح الانتقال والعبور من الهزيمة إلى النصر. وبالتالي هذه التجربة وهذا الدرس الملهم وهذه العبرة التي يجب أن تظل واضحة أمام أعيننا جميعا، يجب أن نستلهمها في هذه المرحلة التي تواجه فيها المنطقة العديد من الاضطرابات والكثير من عوامل التهديد. وبالتالي يمكن أن نستعيد ونستلهم هذه العبرة وهذا الدرس لنواجه التحديات الكبيرة التي تواجهها بلادنا وتواجهها المنطقة. وأعتقد أن بالفعل أي خطر يمكن مواجهته، أي تحدي يمكن التصدي له، طالما كانت الجبهة الداخلية متماسكة متكاتفة على قلب رجل واحد تتمتع بما أكد عليه الرئيس اليوم، وهذا مصطلح مهم للغاية، قوة الوعي. عندما أشار سيادة الرئيس إلى أن القوة اليوم قوة الدول لا تقاس بالقوة العسكرية، وإنما تقاس بالقوة الشاملة، القوة العسكرية والقوة الاقتصادية والقوة الناعمة وأيضا قوة الوعي. وهذه مسألة مهمة وحاسمة، واستدعاء سيادة الرئيس لها وتأكيده عليها أعتقد أنها تحمل رسائل مهمة وتأكيد على أهمية التماسك الشعبي والتكاتف الشعبي في مواجهة التحديات. نعم، يمكن انتصارات أكتوبر هذا العام بتأتي في ظل ظروف حرجة وشديدة يعني الصعوبة بتشهدها المنطقة والدول المجاورة لمصر، وكيف يأتي هذا الاحتفال ليعيد مرة أخرى ربما المعنويات اللي بيحتاجها الشعب المصري والعربي أيضا في ظل حربه على ضد الكيان الصهيوني؟ يعني أنا بعتقد أنه احتفال مصر والعالم العربي بالذكرى 51 أو 51 لحرب أكتوبر المجيدة هذا العام تكتسب أهمية خاصة، حتى ولو مر عليها أكثر من نصف قرن، ولكنها فرصة لاستدعاء النموذج الذي تمثله حرب أكتوبر. أولا النموذج في قبول التحدي والقدرة على مواجهة التهديدات، القدرة على مواجهة الضغوط الدولية ومواجهة الصلف والغرور الإسرائيلي ومحاولة الاعتداء على المنطقة والتوسع على حساب دول المنطقة، أيضا ما يتعلق بقدرة الشعب المصري والدول العربية على التكاتف والتضامن من أجل تحقيق الهدف الأهم. وفي تقديري أن أيضا استدعاء نموذج حرب أكتوبر وفي ظل هذه الأجواء المضطربة وفي ظل هذه الأحداث الضاغطة على المنطقة يمثل أيضا تأكيدا على أن مصر قوة سلام كبيرة وقوة عاقلة وقوة رشيدة استطاعت أن تحرر أرضها بالسلاح، واستطاعت أيضا أن تبني السلام وأن تحافظ عليها على مدى أكثر من 4 عقود. وهذه رسالة مهمة وتأكيد على أن مصر قوة داعمة للسلام، وأن احتفاظها بقدرتها الشاملة وتحديث قدرات الدولة سواء عسكريا أو سياسيا أو اقتصاديا هو يخدم السلام، لأن الأقوياء فقط هم من يستطيعون أن يصنعوا السلام. وتأكيد على أن مصر هي التي فتحت المجال أمام المنطقة للسلام، وهي تصل عليه وتتمسك به باعتباره خيارا استراتيجيا. ويجب على الجميع أن يعي أن قوة مصر هي قوة لصالح السلام. وده يمكن هياخدني مع حضرتك لجملة مهمة جدا استوقفتنا عند كلمة السيد الرئيس، قال أن مصر بخير وأن الجيش قدرته كافية للدفاع عن مصر. أهمية هذه الجملة في هذا التوقيت تحديدا؟
يعني اولا هي اولا رساله لطمانه كل مواطن مصري يشعر بالقلق بسبب الاضطرابات الموجوده حولنا، خاصه في ظل التحديات على الاتجاهات الاستراتيجيه الاربعه، وربما هذا وضع لم تشهده الدوله المصريه على مدى تاريخها، ولكن هذه رساله مهمه للغايه وتاكيد على ان قواتنا المسلحه بخير وقادره على حمايه مصالح وحدود الدولة المصرية. أيضا تأكيد للجميع، جميع الأطراف في المنطقة، أن مصر لا تستهدف سوى حماية حدودها وتأمين مصالحها، وأن قوة الجيش المصري وقدرة الجيش المصري هي قوة وقدرة عاقلة ورشيدة ومسخرة فقط لخدمة المصالح والأمن القومي المصري، وليست للاعتداء على أحد، وليست للانجراف وراء محاولات للاستقطاب والاستفزاز وغير ذلك من الأمور التي نشهدها في ظل أجواء الاضطراب وأجواء التوتر الموجودة في المنطقة. وبالتالي أعتقد أن هذه الرسالة رسالة مهمة لكل مواطن مصري يستشعر القلق بسبب الأوضاع الموجودة في المنطقة، وأيضا رسالة لكل الأطراف سواء الأطراف في المنطقة العربية أو الخارج الشرق الأوسط. بالضبط، وهذه رسالة مهمة أن مصر حريصة على حماية مصالحها، ومصر قادرة أيضا على حماية مصالحها، وهذه مسألة مهمة للغاية، لأنه كما يشدد الرئيس في كل مناسبة أن قوة مصر لخدمة السلام ولخدمة الاستقرار ولخدمة رفاهية شعوب المنطقة، وليست قوة تهديد أو تخريب كما تفعل بعض القوى في المنطقة. وهذه رسالة أيضا يجب أن تصل لجميع الأطراف في المنطقة، أن مصر تدعم الخيارات السلمية، تدعم استقرار الشعوب، ترغب وتقود اتجاها من أجل استعادة الاستقرار والتهدئة في المنطقة كلها. وأعتقد أن الرسالة تصل إلى جميع الأطراف، والمواطن المصري من حقه أن يفخر بامتلاكه جيش وطني قوي قادر على حماية مصالحه وصون حدوده، وأيضا عليه أن يفتخر بقيادته السياسية وقيادته العسكرية التي تتعامل مع الأمور بوعي وبعقلانية وبرشد وحكمة بالغة في محيط إقليمي يملأ التوتر والاضطراب. نعم. طيب، يمكن أيضا يعني كلمة السيد الرئيس كانت مليئة في الحقيقة بالرسالات اللي حضرتك تحدثت عنه، الرسالة الأمنية أنه بيطمن الشعب المصري أن جيشه بأمان وقادر على الدفاع عن أرضي وعن شعبي. أيضا هناك رسائل أخرى، السيد الرئيس تحدث عن أن مصر قادرة على تحدي أو تخطي الصعاب الحالية، قادرة على استمرار في التنمية وتحقيق تنمية وتحسين أيضا مستوى معيشة المواطنين. صحيح، وأعتقد أيضا أن هذه رسالة مهمة، لأن هذه الأوضاع الإقليمية بتلقي بظلال صعبة للغاية على الأوضاع الاقتصادية، على فرص الاستثمار، على معدلات التدفق السياحي للمنطقة، وبالتالي بتنعكس بالتأكيد سلبيا على دول المنطقة. بالتأكيد أي اضطرابات، أي توترات سياسية أو أمنية تنعكس سلبا على الأوضاع الاقتصادية والأوضاع التنموية، ولكن هذه رسالة أيضا تؤكد أن الدولة المصرية لديها إرادة صادقة وصلبة في استمرار مشروع التنمية والبناء الشامل لقدرات الدولة المصرية. والتأكيد أيضا، هذه رسالة مهمة للغاية، على أن الشعب هو أحد أهم أسباب تحقيق الانتصار وأهم عوامل مواجهة التحديات. الربط ما بين العنصرين رسالة مهمة جدا ولمحة في غاية الأهمية أن تصل للمواطن المصري أنه قادر على مواجهة التحديات، وأنه بدعمه لدولته وبوقوفه إلى جوار دولته سيواصل الانتصار، سيواصل كما حقق الانتصار في معركة تحرير الأرض، سيواصل أيضا الانتصار في معركة تعمير الأرض. وهذه مسألة مهمة، وأتصور أن الرسالة واضحة للغاية. الدولة المصرية حريصة على استكمال مشروعاتها التنموية، حريصة على مد العمران لكل ربوع الوطن، تتحدى الظروف الصعبة الموجودة في المنطقة، طالما كانت كما قلنا الجبهة الداخلية متماسكة، الشعب على قلب رجل واحد ولديه قوة الوعي وإرادة الاستمرار في بناء الوطن وتنمية قدراته في كل المجالات سياسيا وعسكريا واقتصاديا وثقافيا وتنمويا. صحيح، بشكرك شكرا جزيلا دكتور أسامة السعيد، رئيس تحرير الأخبار، شكرا جزيلا لك.